خلص صلاحي. يلا بقى، شوفي يا حبيبي شوفي. مو على أساس تروح تشوف دكتور نفسي مشان يفحصك؟ ايه حبيبي بروح بروح، بس مهليني كم يوم هيك لخلص أموري وبروح. ليش بشو مشغول غالب أفندي؟ لك حبيبي هيك عندي شوية ضغط شغل بالخان يعني بتعرفي. ايه بس كل هاد ما بيمنع انك تتعطل ساعتين زمان مشان هيك موضوع مهم. حبيبي بعرف انه هذا الموضوع اهم من موضوع الشغل، بس كمان بشغلي في حسابات، في مراجعات، في تدقيق، في 100 قصة، فاسبوع زمان بس مهليني بخلص شغلي وبتفضل هيك قصة يا حبيبي انت. ايه الله يسمعنا الاخبار الطيبة. اسبوع وبيمرق، بس اسمع ما بتروح الا ورجلي على رجلك. ايه حبيبي بروح رجلي على رجلك، اساسا بعرف قديش انت عم تنكوي كوي من ورا هاي القصة، بس وحياة عيونك وحياة عيونك رح ضل اسعى واسعى لحتى نجيب ولد.